بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاشبال. ان شاء الله هيكون في الجزء الاخير من برنامج الاشبال ضيف النهارده هيكون نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق الكابتن هاني رمزي. ان شاء الله الكابتن هاني رمزي رحله كبيره من العطاء ومن الاحتراف، واكيد نموذج مهم جدا لاولادنا داخل قطاع الناشئين، وهنتكلم معاه وهيبقى لينا معاه حوار مهم جدا. ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي عوده مره اخرى الى ملعب الاشبال، ان شاء الله هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشره على شاشه قناه النادي الاهلي يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله، وهنكون من الساعه 1:30 ان شاء الله. هيكون اذاعه مباراه الاهلي والزمالك القمه، قمه الشباب الاهلي والزمالك في دوري الشباب الجمهوريه. ما شاء الله النادي الاهلي اللي بيتصدر جدول المسابقه وبيأدي ما شاء الله لقاءات مهمه جدا وبيأدي مستويات رائعه. ان شاء الله عوده مره اخرى على شاشه قناه النادي الاهلي وبإذاعه لقاء مهم جدا، قمه الاهلي والشباب. ودايما يعني حضراتكم دايما مباراه الاهلي والزمالك سواء في الناشئين او في الفريق الاول دايما بتاخد طابع القوه والنديه، ودايما مباريات مثيره ومباريات مهمه، خاصه كمان ما شاء الله عندنا جيل مميز من اللاعبين في فريق شباب النادي الاهلي اللي بيتولاه كابتن عمرو انور. ايضا في قرار مهم جدا وقرار تربوي من الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي بخصوص اللاعب عربي بدر. احنا هنا في برنامج الاشبال دايما بنتكلم عن الايجابيات، دايما بنسلط الضوء على المواهب اللي داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. عربي بدر من اللعيبه اللي احنا اتكلمنا عنها ومن اول الناس اللي احنا قدمناها لكل الجماهير، ما شاء الله خلال الفتره اللي فاتت دايما بيطلع الفريق الاول، دايما بيشارك في التدريبات مع ريني فايلر، وايضا بيشارك في المباريات الوديه. وايضا عربي بدر من اللعيبه المميزه كمان اللي بتنضم الى منتخب مصر الشباب مع الكابتن ربيع ياسين. لكن الكابتن سيد عبد الحفيظ ليه قرار تربوي وقرار مهم جدا. عربي بدر في احدى المباريات في بطوله الجمهوريه مع فريقه 2001 كان اعترض على الحكم بشكل غير لائق، الحكم اداله كارت احمر، تم ايقافه 3 مباريات. توقف ال3 مباريات، لما رجع مره اخرى لفريقه عشان يلعب برضه كرر نفس الخطا مع اول مباراه ليه كانت مع حرس الحدود ضد النادي الاهلي، برضه كرر نفس الخطا، برضه اعتراضه على الحكم بشكل غير لائق، الحكم اداله كارت احمد، ايضا ايقافه 3 أو 4 مباريات. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي علم بالواقع وعرف بالواقع، النهارده تدخل علشان يكون في قرار تربوي علشان نحمي لعيب او نحافظ على لعيب او نوجه لعيب مهم ولعيب ناشئ وصاعد زي عربي بدر. فمن هنا بحيي الكابتن سيد عبد الحفيظ، واتمنى ان عربي بدر يعني يتعلم الدرس بدري، وهو ما شاء الله خامه كويسه وخامه مبشره، وان شاء الله يكون يرجع مره ثانيه للفريق الاول ويتعلم من الدرس المهم دوت. نروح لاول فقرات برنامج الاشبال واخبار الناشئين في الصحف والمواقع، وهنبتديها مع خبر حلو. يعني من ساعتين فوز شباب الاهلي على سموحه بثنائيه في دوري الجمهوريه، كانت المباراه اقيمت في اسكندريه في ملعب سموحه. ما شاء الله شباب النادي الاهلي بيقدم نتائج وكمان مستوى رائع. فاز النادي الاهلي 2-1 على سموحه، احرز اهداف اللقاء محمد شكري واحمد السيد. كان النادي الاهلي ابتدى بتشكيل مكون من مصطفى شوبير، مصطفى الياس، وفارس طارق، وعادل زينهم، وابراهيم السيد، واحمد السيد، ومحمد شكري. محمد شكري ما شاء الله السنه دي متالق في فريق شباب النادي الاهلي، وفهد جمعه، ومحمد فخري، وليد مصطفى، ومصطفى فوز. ان شاء الله اللقاء القادم هيكون شباب الاهلي امام شباب الزمالك، القمه المرتقبه في الاسبوع 19 من دوري الجمهوريه للشباب، وهيكون المباراه ان شاء الله في ملاعب الناشئين بمدينه نصر. وزي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله هننفرد باذاعه المباراه هنا على شاشه قناه النادي الاهلي، وهيكون عندنا استوديو تحليلي وطبعا نخبه من المحللين المميزين اللي هيكونوا موجودين معانا. هروح ايضا لنتائج الجوله 18 اللي انتهت النهارده ومنذ ساعتين. فوز الاهلي طبعا على سموحه 2-1، تعادل السلبي اف سي مصر مع الزمالك 0-0، تعادل الايجابي بيراميدز والمقاصه 1-1، تعادل السلبي الجونة والانتاج 0-0، فوز الاتحاد على طنطا 1-0، فوز الجيش على الاسماعيلي 2-1،
وفوز الجيش على الاسماعيلي، الاسماعيلي كان هو الوصيف، كان النادي الاهلي فارق عن الاسماعيلي 5 نقاط، النهارده بعد خساره الاسماعيلي اصبح الفارق بين الاهلي المتصدر والاسماعيلي 8 نقاط في دوري الجمهوريه للشباب، وفوز كبير لانبي على اسوان بنتيجه 4-1. كل التوفيق ان شاء الله الكابتن عمرو انور الجهاز الفني ان شاء الله في المباراه القادمه. هنروح ايضا لاهلي 2000، اهلي 2000 يفوز على الغابه اعتباريا في بطوله منطقه القاهره، ايضا بعد انسحاب فريق الغابه. نروح لاهلي 2003، فريق اهلي 2003 يتعادل مع سموحه 1-1 في بطوله الجمهوريه، وكان احرز هدف النادي الاهلي اللاعب المميز ميدو نبيل ما شاء الله اللي بيقدم ايضا مستويات طيبه مع فريق 2003 اللي بيقوده كابتن محمد سعد مديرا فنيا. هنروح لاهلي 2006 يفوز على شباب حلوان بنتيجه ما شاء الله كبيره 9-1 في مهرجان البراعم. فريق 2006 اللي بيقوده المدير الفني الكابتن تامر حفني المسؤول الفني عن 2006 و2007. اهداف الاهلي عن طريق لاعب عمر معوض، عمر سيد معوض ما شاء الله كل مباراه بيسجل فيها خامه مبشره، وحاجه ما شاء الله ان شاء الله ننتظرها للفريق الاول. نجل طبعا الكابتن سيد معوض احرز 3 اهداف، اللاعب محمد احمد سعد احرز 2 ويوسف السيد 2 وعبد الله طاهر وطارق زكريا 1 لكل منهم. هنروح بقى نتعرف على نتائج فرق الاهلي في مهرجان البراعم. كان النادي الاهلي في مهرجان البراعم فريق 2008 فاز على فريق الغابه بثلاثيه نظيفه، سجلهم شلبي يوسف 2 وعمر كمال 1. فريق 2007 تعادل تعادل سلبي مع وادي دجله، وفريق 2010 فاز على طلائع الجيش بهدف دون رد. قطاع الناشئين بالاهلي يعقد محاضره تاهيل نفسي للاعبين، دي طبعا من سلسله دايما تطوير اللاعبين وتثقيف اللاعبين، دايما الكابتن فتحي مبروك قطاع الناشئين والكابتن هشام حنفي حريصين دايما على عقد محاضرات للاعبين. المحاضره كانت تاهيل نفسي عن طريق الدكتور ابراهيم العقاد، كان الدكتور ابراهيم العقاد كان ايضا عقد محاضره مع فريق شباب الاهلي. كابتن فتحي طبعا بيعمم التجربه كلها او المحاضرات على كل فرق قطاع الناشئين لاستفاده للاعبين والاستفاده ايضا للمدربين. النهارده في لعيبه ممكن بتنزل المباريات مضغوطه شويه، ازاي النهارده عمليه التاهيل النفسي، عمليه الضغط قبل المباريات، كمان ممكن لعيبه عندها امكانيات كبيره لكن مش قادره تطلعها، فده دور مهم جدا في التاهيل النفسي. بنحيي طبعا كل القائمين في قطاع الناشئين على هذه الخطوه، ان دي خطوه مهمه جدا، وكان ايضا في خطوه مهمه قبل كده في التحكيم، الكابتن سمير عثمان اللي عقد اجتماعات برضو مع المدربين واللاعبين والتعرف على ابرز القوانين في التحكيم. ده فدي كان خبرنا مع الدكتور ابراهيم العقاد دكتور التاهيل النفسي في قطاع الناشئين. هنروح ايضا لمنتخب الشباب كابتن ربيع ياسين اللي بنتمنى له كل التوفيق. من موقع الاهرام بالاسماء قائمه منتخب الشباب في معسكر ديسمبر استعدادا لتصفيات امم افريقيا. شيء جيد جدا كابتن ربيع ياسين عمله. النهارده المعسكر من يوم 22 ل 31. العدد اللي هيحضره كابتن ربيع ياسين للمعسكر 54 لاعب. عدد كبير، لكن الكابتن ربيع عشان يقدر يدي مساحه اكبر لكل اللاعبين في الانديه علشان يقدر يشوفهم ويشوفهم من خلال مباريات وديه مع منتخب مصر الشباب، قسم المجموعه على نصين، المجموعه الاولى على مجموعتين، المجموعه الاولى 24 لاعب ودول هيلعبوا ماتشين وديين مع فاركو بالاسكندريه وطلائع الجيش. المجموعه الثانيه هتبقى 30 لاعب، دي هتبقى يوم 26 و31 هيلعبوا ماتشين مع الشرطه والطيران. وبكده الكابتن ربيع ياسين بيدي فرصه كبيره جدا لكل الانديه. ما شاء الله بنشوف دلوقتي من نجوم المستقبل، بنشوف من الاولمبي، من سكه الحديد، من الجونه، بنشوف كان زمان منتخبات الناشئين او الشباب كانت اهلي وزمالك، دلوقتي ما شاء الله كابتن ربيع ياسين كمان عينه حلوه في الاعمار السنيه الصغيره وبيفرد كمان مساحه كبير لكل اللاعبين. الحلو في الخبر ايضا كمان ان ما شاء الله القائمه اللي ضمها الكابتن ربيع ياسين بتضم عدد كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي، بنتكلم عن 11 لاعب، فده يبين لنا ان احنا عندنا مواهب داخل قطاع الناشئين، لما 11 لاعب يروحوا في التجمع اكيد عندنا مواهب. عايز اقول لحضراتكم برضو اسماء اللاعبين، في لعيبه طبعا بتروح على طول كل المعسكرات ومتواجده بصفه مستمره،
برضه حرص من خلال متابعته للدوريات، هو بيتابع كابتن ربيع كل الدوريات 2001 و2002 و2003 و2004، بيروح بنفسه وبيبعت الجهاز الفني وبيبدا يكتشف اللاعبين. وطبعا كان ليه تجربه سابقه مع منتخب مصر الشباب قبل كده، ما شاء الله خد بيهم بطوله افريقيا ووصل بيهم كاس عالم، فنتمنى له ان شاء الله ايضا انه يكرر نفس التجربه. اسماء لاعبي النادي الاهلي: حمزه علاء في حراسه المرمى، عاصم سليم في حراسه المرمى ايضا، عندنا اثنين حراس مرمى انضموا لمنتخب مصر الشباب، محمد اشرف ظهير ايسر، وعربي بدر لاعب وسط دفاعي، واحمد نبيل كوكا، ومحمد سلامه، محمد سلامه مهاجم ما شاء الله، كان النادي الاهلي اشتراه من سنتين من نادي شربين، وشادي رضوان، ويوسف عثمان، ومحمود صابر، ويوسف حشيش مدافع 2002، واحمد سيد عبد النبي مواليد 2002 ايضا، ومحمد سيد عوض مواليد 2002، وفي كمان الحلو اللي انضم لمنتخب 2001 اللاعب ميدو نبيل اللي انا كنت بكلم حضراتكم عليه من شويه، ميدو نبيل مواليد 2004. فما شاء الله النهارده الكابتن ربيع ياسين يعني بيتابع كل الدوريات وبيدي مساحه لكل المواهب الموجوده داخل الفرق، فان شاء الله بنتمنى له كل التوفيق. نروح دلوقتي بقى لفقره هدف الاسبوع. ما شاء الله عندنا هدف حلو، الهدف الحلو مع فريق 2005 اللي بيقوده الكابتن احمد سمير مدير فني والكابتن معتز اينو مساعد. فريق 2005 ماشي في الدوري ما شاء الله بيتصدر المجموعه بتاعته، العلامه الكامله، الفوز في كل المباريات، ياتي بعديه المقاولين وطلاع الجيش. كان عنده مباراه مع طلاع الجيش مهمه جدا، يعني مباراه بست نقاط الوصيف بتاع المجموعه. النهارده النادي الاهلي فاز 2-0 على طلاع الجيش، وهنشوف الهدف دلوقتي للاعب يوسف عفيفي، ما شاء الله هدف من الاهداف الحلوه. كره جت ناحيه الشمال للاعب طارق فوزي اللي عملها عرضيه، جت للاعب سيف الطيب. سيف الطيب ما شاء الله من اللاعبين ايضا المميزين في فريق 2005، بيتميز بالقوة البنيانيه القويه. اللاعب سيف الطيب استلم الكره، حجز على كرته، هنا طبعا الكروس حلو، هنا كره هو ظهره للجول، استلم حجز على كرته، رفع عينه شاف اللي جاي من تحت يوسف عفيفي، وافتكروا معايا الاسم ده، يوسف عفيفي من اللاعبين ان شاء الله اللي هننتظرها في الفريق الاول مستقبلا. اللاعب يوسف عفيفي هنا ما ترددش، حاطط وش رجله، صدره راكب الكره، الكره حلو، هدف من الاهداف الحلوه. الجول طبعا صعب جدا على اي حارس مرمى، انه ايه هنا في الكره صعبه جدا على حارس المرمى، حتى هو ما شافهاش انه قدامه زحمه، قدامه لاعبين كتير، فصعبه وراحه طبعا في حته صعبه جدا. وطبعا من اهم الاسلحه دلوقتي الاسلحه الهجوميه هي عمليه التسديد. عمليه التسديد عمليه مهمه جدا، وكمان شفنا كمان الفريق الاول ريني فايلر في مباراه الاسماعيلي وقبلها مباراه حرس الحدود، عمرو السليه فك التكتلات بتسديده، وايضا شفنا لعيبه الفريق الاول بالنادي الاهلي المباراه السابقه اللي امام الاسماعيلي كان في تكليفات كثيره بعمليه التسديد، فالنهارده عمليه التسديد ايضا مهمه جدا في قطاعات الناشئين. نروح، كان في كاميرا الاشبال كانت موجوده في هذا اللقاء، وكان لنا لقاءات حصريه مع لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني، نشوف قالوا ايه بعد اللقاء ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. الحمد لله فاروق، انت عارف ان دول لاعبي النادي الاهلي متربين على المكسب ومتربين على الاداء كويس، بفضل الله الحمد لله. انا قلت للاولاد مباراه مهمه، المباراه دي بسته بونت، انت عارف فريق كبير جدا في المرحله بتاع 2005، فرقه مميزه ومن الفرق المحترمه، فاحنا عاملين حساب للماتش كويس قوي، هم والمقاولين يعني انت عارف ان هم بيكسبوا على طول زينا بفضل الله، ولكن انا قلت لهم ماتش المقاولين وماتش الجيش هنا لازم نكسبه، الحمد لله كسبنا المقاولين 4-0 وكسبنا الجيش النهارده 3-0 بفضل الله، الاولاد كانوا رجاله وادوا بشكل كويس وسمعوا الكلام ونفذوا التعليمات بشكل جيد الحمد لله، يعني فرقتين كويسين جدا وشغالين كويس، ويعني بقول يعني لحد النهارده الجيش قدنا في البناط، يعني احنا الاول بالاهداف يعني حوالي فرق 15 هدف، ولكن زي ما بقول لك ولاد النادي الاهلي بقى ما بيتحطوا تحت ضغط او مباراه تقيله دايما، هي معادله صعبه، ده برضو دول ولاد 14 سنه واول سنه يلعبوا مسابقه، فدي مسابقه قطاع ناشئين، فبقول لهم هي لازم احنا عايزين نوصل لدرجه عاليه من الاداء الفني، وفي نفس الوقت بنشتغل كويس جدا في المباراه ونركز فيها، يمكن كل الاهداف اللي جت الحمد لله رب العالمين، يمكن يعني شغلنا في التمرين وربنا كرمنا بالثوابت اللي اشتغلنا عليها من اول دقيقه، ربنا كرمنا بجول بدري والجول الثاني يجيب سوري، يمكن الجول الثاني جول عالمي، جول يوسف عفيفي حاجه
جول من الاجوال العالميه يا فاروق، والله ما شاء الله يعني حاجه جميله جدا. والجول الثالث ضربه جزاء صحيحه مليون في الميه، يعني انتم شايفينها كلكم وكل الناس شايفها. فالحمد لله الولاد، انا بشكر الولاد رجاله وبقول لهم لسه طبعا احنا خلاص بنفرح النهارده الحمد لله، لنا اجازه بقى عشان اجازه امتحانات نص السنه. هنرجع طبعا للكابتن فتحي مبروك وكابتن هشام حنفي وكابتن اكرامي، قال لهم طبعا ان احنا ندي الولاد اجازه 10 ايام كده بحيث ان هم يخشوا على الامتحانات، ونرجع بقى تاني الاعداد كويس بحيث ان احنا الدور الثاني نشتغل كويس ونمشي على نفس النهج. الحمد لله بحمد ربنا على كل اللي احنا فيه، والنهارده انا هنا الدور الاول خدنا كل النقط الحمد لله بلا هزيمه بلا تعادل. بشكر لعيبتي، الجهاز الفني بالكامل، الاداريين، كل الناس، يعني ده مجهود تعب ربنا بيكافئنا عليه، واللعيبه على قد المسؤوليه. وبشكر طبعا كابتن فتحي مبروك، كابتن هشام حنفي، كابتن اكرامي، الناس دي ما بتسيبناش سواء بره او جوه، بيجوا يتفرجوا علينا لو فين. بقول لفريق طلع الجيش هارد لك، فريق محترم معاهم جهاز محترم، يمكن فريق طلع الجيش هو اللي بينافسني، هو اللي ماشي معايا نقطة بنقطة، انا اكسب هو يكسب، يعني احنا ماشيين زي بعض بالظبط. بس ماتش النهارده ده هو اللي كان فاصل بيننا وبينهم، الحمد لله انا بعتقد ان الماتش ده بستة بونت مش بثلاثة بونت. بتمنى التوفيق. انا قلت لعيبتي النهارده ونبهنا عليهم اللي دي مرحلة وخلاص، يعني احنا ده نص المشوار، لسه الدور الثاني بالكامل ولسه ان شاء الله التصفيات، فاحنا لسه ما عملناش حاجه. انت دايما انت عارف ان النادي الاهلي دايما بيلعب، هو هدف واحد وحلم واحد دايما البطوله، وده لازم اوصله للعيبتي. فان شاء الله بتمنى التوفيق، زي ما انا حصدت كل النقط في الدور الاول، نفضل ماشيين على نفس الخطه ان شاء الله الدور الثاني، وبتمنى التوفيق ان شاء الله. الحمد لله بشكر الجهاز الفني والمسؤولين في قطاع الناشئين على اللي احنا وصلنا له دلوقتي. الحمد لله ربنا وفقنا في 10 مباريات، استطعنا من خلال ال 10 مباريات نحافظ على شباك الفريق بهدفين فقط، ضرب الجزاء وكرة انفراد، فده انجاز يعتبر الحمد لله. احنا برضك لسه الدور الاولاني ده احنا ما عملناش يعتبر اي حاجه، احنا كل ده بنأهل اللعيبه للتصفيه الكبيره ان شاء الله مع الفرق المنافسه من المجموعه الثانيه. احنا دلوقتي بنحفظ اللعيبه وبنديله الثقه ان هو ازاي يعرف يتعامل مع الفرق المنافسه، سواء الفرق القويه او الفرق المتوسطه او الضعيفه، لازم نحترم الفرقه لحد اخر لقاء واخر دقيقه في المباراه، من اول لحظه لاخر لحظه. فالحمد لله احنا محققين العامة كامله بفضل الله وتوفيق من عند الله وتركيز من اللعيبه وجهاز على طول فوق دماغ اللعيبه ان ازاي يتعاملوا مع الخصم في كل المراحل وفي كل الاوقات. حسيت بفرق كبير طبعا، في فرق يعني واحد بيلعب في النادي الاهلي لازم كل ماتش رايح اكسب. يعني لما كنت بلعب في الدرب الاحمر يعني ما كانش الموضوع كده، كنت ممكن اروح العب النادي الاهلي اخسر ويعني يبقى ما زعلش قوي كده، بس في النادي الاهلي لازم اكسب كل ماتش وعلى ضغط وبتاع. اتكلم طبعا على يعني احنا نكون رجاله وروح النادي الاهلي روح الفانيلا الحمراء، وان احنا نبقى رجاله لغايه اخر دقيقه و90 دقيقه نلعبهم لغايه لما الحكم يصفر، وان احنا قلبين على قلب بعض وما حد يعني لو حد وقع التاني يشيله وبتاع. الحمد لله على المكسب النهارده. احب اشكر اللعيبه واشكر المجهود اللي هم بيعملوه معانا، واحب اشكر كابتن احمد سمير على المجهود اللي هو بيعملوا معانا مجهود جبار، والجهاز كله، كابتن سيد عرفان وكابتن معتز زين وكابتن احمد ابراهيم والدكتور اسلام. والحمد لله على المكسب، وان شاء الله اللي جاي هنكسب ان شاء الله الدوري السنه دي. ركز معانا على الروح، الرجوله، نلعب جامد، نلعب بالروح، نروح النادي الاهلي عشان نكسب. والحمد لله يعني احنا اشتغلنا بالكلام دوت واشتغلنا وتعبنا والحمد لله كسبنا. فرقة 2005 دلوقتي في الروح، انتهى الدور الاول طبعا زي ما سمعنا كابتن احمد سمير ما شاء الله متصدرين، وكابتن اينو متصدرين العلامه الكامله، الفوز في كل المباريات. كان بيجي بعدهم طلائع الجيش برضه فاز في كل المباريات، لكن النادي الاهلي كان متقدم بالاهداف، فاكيد المباراه اللي فاتت فرقت مع النادي الاهلي، فوز كبير للنادي الاهلي وكمان اداء رائع ما شاء الله. كابتن احمد سمير وكابتن معتز اينو عاملين فرقه فيها لعيبه مميزه جدا، فان شاء الله يعني يواصلوا عمليه الفوز في المباريات في الدور الثاني. دايما فترة الإعداد مهمة جدا بالنسبة للاعبين، فترة الإعداد تتوقف على النواحي البدنية واللياقة البدنية، طول ما أنت بتبني صح أثناء فترة الإعداد تقدر تقف على رجلك صح طول الموسم، ما بيبقاش فيه إصابات، فعلشان كده دايما بنلاقي فترة الإعداد النواحي البدنية أكتر شوية، بنلاقي فترة الإعداد ممكن تمرين الصبح وبعد الظهر فترتين، فمهم عشان تأسس لعيب صح
تتأسس لعيب بعد كده علشان الإصابات يقدر يشتغل مثلا حوالي 40 مباراة أو 50 مباراة في الناشئين على مدار موسم كامل بدون إصابات، فمهمة جدا فترة الإعداد. كان معانا لقاء مهم جدا، وكاميرا الأشبال كانت موجودة مع الدكتور رضا إبراهيم دكتور التربية الرياضية جامعة المنيا المتخصص في اللياقة البدنية. نشوف الدكتور رضا أهم نصايحه إيه للاعبين والاعتماد دايما على فترة الإعداد، نشوف قال إيه ونرجع لحضراتكم مرة تانية. الإعداد البدني ده مهم جدا، لازم معظم المدربين يبقى عندها دراية بيه إن في عناصر لياقة بدنية متنوعة أساسية، من ضمنها المرونة والرشاقة والإطالة والقوة والسرعة والتحمل. فالموضوع ده مهم جدا، مرتبط ببعض، مفيش عنصر أهم من التاني، ولكنها عناصر متكاملة مع بعض. فبالنسبة للناشئين لابد إن المدرب يكون عنده علم بأهمية مثلا الإطالات والمرونة للمفاصل، لأن الإطالة ديت بتبقى أساسية في أي عمل عضلي موجود، لأن مهارات كرة القدم متنوعة، منها جري بالكرة، منها التصويب، منها رمية التماس، منها المراوغة، أو كل المهارات ديت مرتبطة بعناصر بدنية. على سبيل المثال التصويب مرتبط بقوة عضلات الفخذين الأمامية والخلفية وعضلات الظهر، فلابد أن المدرب يبقى مهتم بعنصر التقوية على أساس يقدر يبني عليه المهارات الأساسية بتاعته. والله بناء الناشئ هو مش في الملعب بس، لابد ان في قبلها مراحل التغذيه، والتغذيه دي مهمه جدا في اللاعبين. وللاسف في بعض اكاديميات كره القدم بيبدا اللاعب طبعا بيبقى في تقصير من ولي الامر انه بيحاول يدفع الاشتراك ويمارس الرياضه من غير كشف طبي. كشف الطبي ده مهم جدا، لان ممكن اللاعب دوت يكون عنده بعض عناصر الدم فيها بعض المشاكل كالانيميا او سوء التغذيه، بالتالي الانديورنس او التحمل بتاعه مش هيبقى مكتمل عشان يكمل المهارات الحركية بتاعته. عشان كده لابد من عمل فحص للعيبة، ومن ضمنها كشف القلب اللي هو لازم يكون سليم بنسبة 100%. رقم 2 تحليل الدم بتاعته ما يكونش عنده أنيميا، لأن ده ليه علاقة بسوء التغذية. واللاعب عشان يجري في الملعب لابد أن يكون فيه وفرة أكسجين، وفرة مواد غذائية، وفرة طاقة، أن الطاقة دي لما بتتحرق تبدأ تحول إلى نشاط حركي يقدر اللاعب يؤدي وقت المباراة، وحتى لو في اكسترا تايم يقدر يكمله. رقم 1 السهر، إن في بعض اللعيبة بتسهر كتير جدا وبيهمل فترة النوم، وفترة النوم دي مهمة جدا جدا للبناء العضلي. ففترة النوم دي مثلا من الساعة 10 مساء لحد 5 أو 6 صباحا، من 6 ل 8 ساعات فترة النوم. بعض اللعيبة للأسف بتسهر، والسهر ده بيأثر على الجهاز العصبي بتاعه، بالتالي مش هيقدر يكمل المهارات الحركية اللي احنا اتكلمنا فيها. الإصابات بتبقى متنوعة، لو هي الإصابة مفاجأة نرجع لنقطة عدم الإحماء الجيد وهي الإطالات. الإطالة معناها إن أنا بعمل ستريتش أو مططية للعضلة أقصى إطالة ليه. الإطالة دي بتساعدنا في إيه؟ نشوف نموذج كان رونالدو جاب هدف فترة عالي جدا، الجامب بتاعه كان عالي جدا، ده إن عضلاته قوية، معدي إعداد قوي، كل عضلات جسمه فيها تناسق. الكلام ده لازم يكون فيه تأسيس من الناشئين، فلابد الاهتمام بالإطالة بتاعة اللاعب والتقوى بتاعة اللاعب في حدود قدرة اللاعب. بتشوف بعض اللعيبة للأسف أو في الناشئين بيحط حواجز مرتفعة، الحواجز دي ممكن تبقى ضارة للاعب، فأنا مش عايز أشوف تدريب وأقلده، أنا أشوف المراحل السنية أو العمرية بتاعتي إيه العمر الزمني بتاعها وأشوف أداة تناسب السن ده. والله الإصابة مفيش إصابة بتفرق من سن لسنة، ولكن بتبقى فيها شكل الإصابة نتيجة الالتحام أو نتيجة الاشتراك العنيف في الملعب، ولكن هي الإصابة واحدة. يعني أنا ناشئ جات له إصابة في العضلة الخلفية، لعيب كبير جات له إصابة في العضلة الخلفية. هتكلم مثلا إزاي العضلة الخلفية دي بيحصل فيها إصابة، بيرجع لسبب إن اللاعب بيفتح سبرنت ومش عامل إطالة كويس، بيرجع إن اللاعب في أثناء السبرنت والتوقف المفاجئ وتغيير الاتجاه العضلة بتنقبض انقباض كامل. انقباض العضلة ده بأقصى قوة وهي مش مجهزة بدنيا في الجيم بيحدث فيه إصابة في العضلات. الإصابة دي بتمر بمراحل، أولها بيبقى فيه شد للاعب، بيبقى فيه إجهاد للاعب أو كرامب أو تقلص عضلي، لابد يكون في أي جهاز طبي، وخاصة في النوادي الصغيرة الدرجة الثالثة والثانية والكلام ده كله لازم يكون في مخطط أحمال دارس وفاهم، لازم يكون في أخصائي تأهيل لإصابات الملاعب، لازم يكون في مكان للمساج أو للتدليك. التدليك ده مهم جدا لكل اللعيبة في الألعاب المختلفة عشان
يفك التقلص العضلي أو الإجهاد العضلي الموجود ده، اللي هي المرحلة اللي بتيجي بعدها الإصابة. والله رقم واحد إن في بعض أولياء الأمور بيشربوا سجاير جدا في وسط الأولاد وبيتفرجوا على الأكاديميات ومش مركزين جدا، حتى في التراك بيمشوا بسجاير، وده طبعا ما ينفعش، لأن السجاير دي بتأثر على صحة اللاعب، خاصة الولد بيشوف والده قدوة، والسجاير دي مهمة جدا وخطر. أرجو إن احنا نتجنبها ونمنعها في النوادي، وفي قانون للبيئة والصحة بيقول إن التدخين ده يعتبر ضار بالصحة. أنا عاوز أقول إن التدخين ده في حاجة اسمها ملوثات الكربون وملوثات كتيرة جدا بتخش للعضلة بتطرد الأكسجين اللي اللاعب المفروض يتنفسه عشان يحصل انقباض وانبساط العضلة، وأول أكسيد الكربون ده بيخش بالدم يتحد بيه قدرة 250 مرة أكتر ما بيتحد بالأكسجين، فبالتالي العضلة ما فيهاش أكسجين يبقى بالتالي مش هيحصل انقباض، مش هيحصل تحمل، هيحصل تعب سريع جدا للعيبة في الملعب. والله فكرة الأجبال دي مهمة جدا جدا، لأن لازم أي نادي يهتم بالأجبال بتاعته، وأنا بحيي على البرنامج بتاعه، وأتمنى أن يكون في ندوات خاصة بالأجبال واستضافة أساتذة متخصصين في الأحمال البدنية واستضافة أساتذة متخصصين في التغذية، لأن التغذية دي هي بناء للعيبة. هنقول مثال بسيط، فرق كتير جدا بين محمد صلاح وجوده في مصر وبره لما راح ليفربول والدول الأوروبية. فأنا في خلال زيارتي بيهتم بكل حاجة، أول حاجة النوم، التغذية السليمة، الكشف الطبي، الفحص الطبي، كل العوامل دي بتبرز المهارة اللي عند اللاعب، فكلها مجموعة متكاملة، البيت والأسرة والمدرسة والنادي وولي الأمر، كل دي عوامل مساعدة في نجاح النشأ. بنشكر طبعا الدكتور رضا ابراهيم على اهم النصائح العلميه اللي اتكلم فيها النهارده. علشان تقدر تطلع لعيب لمنتخب مصر ولعيب يمثل نادي في الفريق الاول، وضرب مثل ايضا بمحمد صلاح، وكمان عشان توصل بلعيب يقدر يقدم موهبته وتوصل بمعادلات لياقه بدنيه عاليه، في خطوات قبل كده. في خطوات اول حاجه اتكلم عنها الكشف الطبي. الكشف الطبي مهم جدا، لازم يبقى في كشف طبي على كل اللاعبين قبل بدايه الموسم. اتكلم ايضا عن موضوع التغذية وأهميته، وعلى ما أعتقد النادي الأهلي طبعا يعني كل الخطوات دي بتتم داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. الكشف الطبي، في خبير للتغذية، وزي ما شفنا في تأهيل نفسي، في دايما محاضرات كمان في التحكيم، واتكلم عن الراحة، مهم جدا الراحة علشان اللعيب يقدر يوصل كمان بنفس المعدلات بدنية عالية. هروح لفاصل، وبعد الفاصل أستقبل ضيف النهاردة نجم الأهلي منتخب مصر كابتن هاني رمزي، وهنتكلم معاه يعني ما شاء الله رحلة احترافية ناجحة، وأهم نصايحه لأولادنا داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. جول جول، لسه بقول هاني رمزي بيتقدم، ولسه بقول بيطلع من خط الظهر عشان يجيب جوان. من التجارب القليلة التي نجحت للاعبين في عالم الاحتراف، وربما لم يسر على نهجه في الاستقرار والإصرار على البقاء في الدوريات الأوروبية سوى بضعة لاعبين على رأسهم محمد صلاح، إنني وتريزيجيه، هو هاني رمزي أمير المحترفين، نجم دفاع الأهلي والمنتخب الوطني السابق ومدرب الفراعنة السابق. بدأت علاقته بكرة القدم وهو لم يتخطى حاجز 10 من عمره. حاول مسؤول الترسانة ضمه، لكن رغبة والده كانت الفاصلة في تحقيق حلمه، ألا وهو الانضمام لناشئ الأهلي. تدرج هاني رمزي في أجبال القلعة الحمراء حتى انضم للمنتخب الوطني للناشئين، من بعدها تم تصعيده للفريق الأول وعمره لم يتخطى 18 ربيعاً، وذلك تحت قيادة المدير الفني الراحل محمود الجهري، بل وكان ضمن قائمة الفراعنة في مونديال العالم 90 بإيطاليا. هناك لفت أنظار وعيون وكلاء اللاعبين، حيث كانت نقطة التحول في حياة النجم الشهير، ليتم ضمه لناد نيوشاتل السويسري. انطلق بعدها في رحلة طويلة ما بين فيردر بريمن وكايزرسلاوتن حتى اعتزل عالم الكرة. اتجه أمير المحترفين إلى عالم التدريب،
فقاد عدة أندية مصرية من بينها إمبي وادي دجلة ليرس البلجيكي ومدرب لمنتخب مصر ومساعدا لميروسلاف سكوب لمنتخب الناشئين ثم المدير الفني للمنتخب الأولمبي وعمل كمساعد للمدير الفني للمنتخب المصري الأول هاني رمزي ابن الأهلي معنا اليوم في قناة الأهلي. يا لو دي جول 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 لسه بقول هاني رمزي بيتقدم ولسه بقول بيطلع من خط الظهر عشان يجيب جول. بجد تحيه بحضراتكم مره تانية وبرحب بضيفي طبعا اللي مشرفني منورني النهارده نجم الاهلي ونجم منتخب مصر ما شاء الله رحله طويله من العطاء وخاصه كمان مع منتخب مصر وفي الاحتراف كابتن هاني رمزي. شرفنا كابتن. مساء الخير يا اسامه وحشني جدا ما شاء الله بالرغم انك مدافع ما شاء الله كنت بالصوت بجيب جوان بالصوت حبيبي يا اسامه مبسوط ان انا اكون موجود طبعا معاك وفي قناه بيتي النادي الاهلي. اه طبعا البدايات طبعا ما حدش ينسى البدايات طبعا يا كابتن هاني خاصه في كره القدم بدايات اول يوم اختبار ليك اول يوم رحت فيه النادي الاهلي وانت نايم وتستعد لتاني يوم الاختبارات وكان في تجربه كانت قبل او بعد الاهلي الترسانه برضو كانوا حاطين عينهم على الكابتن هاني رمزي. اه طبعا بداياتي عامه يعني هجيب لك من الاول طبعا انا من حي عابدين وانت عارف احنا صغيرين بقى كره الشراب في الشارع فيمكن كان والدي بيقلق عليا شويه فهو جاب لي استماره اختبارات النادي الاهلي. وبيني وبينك ما كانش عندي طموحات ان انا طبعا كلنا عيله اهلاويه وبنتفرج على النادي الاهلي لكن ما كانش خالص في طموحاتي او حتى بفكر ان انا ابقى لعيب كوره يعني لكن يمكن الظروف ويمكن والدي كان شايف ان انا ممكن ابقى حاجه كويسه وحاول بيعدني شويه عن الشارع فجاب لي استماره النادي الاهلي واختبارات النادي الاهلي كان عمري 11 سنه يعني دخلت اختبارات النادي الاهلي طبعا كان ساعتها الله يرحمه كابتن مصطفى حسين طبعا ابو الاشبال طبعا طبعا وقعدت فتره طويله اختبارات كانت انت عارف الاعداد كبيره جدا من زمان طبعا كل احلام الاولاد الصغيرين ينضموا للنادي الاهلي فكانت اعداد كبيره جدا فمريت يعني بحوالي 3 شهور في الاختبارات وتصفيات لغايه ما كابتن مصطفى حسين دخلت وكان ساعتها مدرسه الكوره يعني ما كانش لسه سني يسمح ان انا العب مع قطاع الناشئين فدخلت النادي الاهلي كان عمري 11 سنه ويعني الحمد لله يعني من صغري يمكن انا برضو الناس ما تعرفوش انا كنت بلعب وينج رايت يعني اول ما كنت بلعب لكن برضو رؤيه فنيه كابتن مصطفى حسين قال لي عايز اجربك في حته انت تلعب ليبرو زمان كان بيلعبوا طبعا على الليبرو وانت عارف دايما قطاع الناشئين الصغيرين ما كناش بنلعب طبعا على ملعب كبير كان كلها في مساحات صغيره مساحات صغيره اهو فيمكن شاف امكانياتي القطع شويه ان انا ممكن الوقفه بيبقى بشكل افضل كمدافع ولعبت مدافع بقى بدايه من قطاعات الناشئين بدات العب بقى كمدافع يعني وساعات باك يمين ساعات في وسط الملعب لكن تميزت جدا في مرحله الناشئين وكان عندنا فاكر الصور دي يا كابتن هاني وسيبك تكمل طبعا دي يا ريت اخد الصور طبعا ده كان جيل قول قول انت انا واحد انا بص انا اكيد هتشوفني تحت انا تالت واحد من اليمين قاعد تحت يعني مظبوط قاعد تحت كان جنبي ده ابراهيم حسين ده كان باك يمين واللي افتكرهم كان يعني ياسر ابراهيم ده اول واحد فوق على اليمين واقف ده كنتوا كام سنه في لا ده كنا صغيرين جدا اعتقد كمان ده مش فاكر اذا كان ياسر محمدين هو ما بين موجود في قطاع الناشئين الكابتن ياسر محمدين كابتن ياسر محمدين اللي هو فوق يعني رابع واحد من الشمال من فوق يعني الاشكال طبعا اتغيرت من سنين كتيره لكن ذكريات حلوه ده اعتقد ده كنا لسه يعني مرحله 14 سنه 14 سنه 14 15 سنه دي طبعا في معسكر النادي الاهلي كان بيعمل معسكرات اعتقد في مرسى مطروح ده طبعا انا موجود وحماده يونس وعاطف عبد الهادي وعصام ربيع واحمد رزق دول احمد رزق اللي على الشمال ازرق وجنبي عصام ربيع وعاطف عبد الهادي برضو من اللعيبه اللي كانت مميزه وطبعا حماده يونس يمكن شقيق كابتن مصطفى يونس كان دايما معسكرات الاهلي اللي موجوده طبعا في مرسى مطروح دايما قبل بدايه فتره الاعداد وكانت دايما مشهوره بالخيم زمان بالظبط
دي اعتقد مع منتخب الناشئين اعتقد كنت كابتن منتخب الناشئين، كان في مباراه وديه اعتقد يعني لو الصوره تفتح شويه كان مباراه وديه استاد اسكندريه ده منتخب الناشئين اعتقد ده منتخب الناشئين تحت 17 سنه كنت كابتن الفرقه وكان في مباراه على استاد اسكندريه موجود ورا استاد اسكندريه. ذكريات جميله. ما احنا برنامج الاشبال هنجيب لك كل بقى ايه كل شغلك زمان في الناشئين. جميل جميل طبعا دي فرحه 89 في مباراه الجزائر، المباراه الشهيره مباراه الجزائر 1-0 اللي وصلتنا لكاس العالم يعني. ده هنتكلم طبعا عن كاس العالم وهنفرد مساحه ليه طبعا، يعني كابتن رمزي كان من اصغر اللاعبين الموجودين في منتخب مصر. طب ايه موضوع الترسانه؟ يعني بعد الكابتن هاني رمزي ما انضم للنادي الاهلي وبدا يدخل قطاع الناشئين كان في وجهه ثانيه عايز يروح نادي الترسانه؟ مش وجهه ثانيه يعني، في يعني انا بعد يعني الحمد لله كان حتى جيلنا كله كان مسمع في النادي بشكل كويس. وانا من بعد التمرين قابلت واحد فبيقول لي يعني انت لعيب كويس لكن ما تحطش امال كتيره انك ممكن تلعب في النادي الاهلي او تتصعد للفريق الاول علشانك مسيحي ومفيش مسيحيين بيلعبوا في النادي الاهلي. انا طبعا صغير ما عنديش الثقافه ديت، يمكن خدت الكلام واستغربته جدا ويمكن يعني قلت انت عارف زمان برضو خلي بالك البيوت المصريه والاهالي ما كانوش بيحبوا اولادهم يلعبوا في نوادي يعني كان بيقول لك الكوره دراسه، وكان والدتي كان معترضه شويه على ان انا اروح نادي طب ودراستك يعني. فلما رحت وبحكي لبابا ووالدتي فقال لي طب خلاص يعني شوف انت عايز تعمل ايه، فانا قلت خلاص يعني خلينا مركز في دراستي شويه. ويمكن غبت حوالي اسبوع او 10 ايام عن التدريب، كان كابتن انور سلامه كان هو كان ماسكنا في ناشئين تحت 18 سنه ويعني اتصل يعني ما كنت عارف ما كان في محمول ولا تليفونات ولا الحاجات دي يعني جالنا البيت وقلت له الموضوع كذا 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 فقال لي لا طبعا الكلام ده مش موجود انت شفت حاجه؟ قلت له لا ما شفتش بس يعني والدتي بتقول اركز في دراستي وبتاع، فقال لي لا انت مؤهلاتك تكون كويس وفعلا رجعت النادي. وعلى العكس يعني زي دايما ما بقول يمكن الناس بتقول ان في نوع من انواع التعصب شويه، يمكن في الفترات الاخيره ممكن يكون على المستوى الفردي يعني خلينا على مستوى الافراد ممكن يكون في بعض المضايقات، لكن على مستوى سياسه نادي او خطوط عريضه مش موجوده طبعا، لكن ممكن يكون موجود على المستوى الفردي ولكن مش سياسه عامه يعني. وخاصه كمان يا كابتن كان ليك تجربه من سنتين داخل قطاع الناشئين طبعا ثلاث شهور وكنت موجود، وكمان كنت موجود في الاختبارات كمان في قطاع الناشئين طبعا يعني. بص الاختبارات شفافه جدا ويمكن الناس بتقول في وعايز اوصل بس حاجه للناس عشان بتقول في واسطه في الكوره. ممكن الواسطه مش انك تاخد لعيب ويبقى لعيب في النادي الاهلي، ممكن الواسطه انك بنشوف الولد مره واثنين وثلاثه لكن امكانياته الفنيه هي اللي بتحكم اكيد يعني. مع عمر ما واحد هيكون امكانياته لا اصلح يكون موجود في النادي الاهلي او اي نادي ويتم تصعيده على حساب شخص اخر يعني. كنت متواجد مع الكابتن فتحي مبروك طبعا في المرحله اللي قبل تولي المسؤوليه مع منتخب مصر ويعني قطاع الناشئين في النادي الاهلي كلنا فخورين بيه، لكن في قصور في بعض النواحي وكنت دايما احابب انقل تجربتي اللي شفتها بره حتى على مستوى قطاع الناشئين لبلدي يعني. فمع الكلام معاك ان شاء الله نتطرق لبعض النقاط ديت يعني ان شاء الله باذن الله. واحنا بنتكلم عن البدايات وحضرتك كلمتنا عن بدايه دخولك النادي الاهلي والاختبارات، كابتن مصطفى حسين اول واحد استقبلك طبعا، برضو اول تروح ليك للفريق الاول او اول تصعيد للفريق الاول، اول تمرينه في مختار التتش طبعا عمرها ما تتنسي. طبعا عمري ما هنسى الموقف دوت. يمكن كان احنا كنا فريق تحت 18 سنه وكان النادي الاهلي طبعا يعني كالعاده يعني متصدر الدوري وكان في عمالقه طبعا كلهم يعني. جيلك كان مين يا كابتن هاني؟ كان جيلي يعني عمرو انور، عادل عبد الرحمن، محمد عبد الجليل، ايمن بسيوني، ابراهيم حسين، ياسر محمدين، عاطف عبد الهادي، كلهم احمد رزق، احمد حموده، اشرف فهمي كان بيلعب باك شمال يعني. مجموعه ياسر ابراهيم يعني مجموعه كانت يعني المجموعه دي كانت مميزه وكان معروف فرقه 18 سنه النادي الاهلي وكسبنا الزمالك 5-1 في كانت بطوله الجمهوريه وكان من اعتقد كان جيل مميز وبالتالي كان مسمع حتى في الفريق الاول فاختاروا بعض اللعيبه مننا انها تطلع تتمرن مع الفريق الاول، نطلع نتمرن ونبدا نشارك في المباريات مع فرقنا يعني. فاول طبعا الخبر كان بالنسبه لي يعني يوم عيد يعني. مين اللي بلغك بقى بالخبر؟ الكابتن انور سلام. كابتن انور سلام كان هو قال لي هتطلع تتمرن مع الفريق وكان
كان يوم بالنسبه لي يعني طبعا خفت جدا الان طبعا ما نمتش كويس ورحت بدل ما اروح النادي قبلها بساعتين رحت قبلها بخمس ساعات مستني طبعا دخول التدريب. فكان الحمد لله كمان طلعت في التدريبات ديت والحمد لله كان ليا شكل كويس يعني بمساعده النجوم اللي كانوا موجوده جزء الرهبه اتشال بشكل سريع. تفتكر مين كان مدرب الفريق الاول وقتها؟ كان سنه 87 87 87 اول تصعيد ليك الفريق الاول اعتقد كان لا مش فاكر بالظبط يا اسامه انت ممكن تجيبه من الارشيف ممكن هتقولنا بقى يعني احنا كنا شوف لنا 87 مين كان مدير فني عشان نفكر عشان الكابتن بالظبط. فقعدت طبعا اطلع واتمرن وانزل العب مع فرقتي لغايه ما في فتره معينه كان النادي الاهلي عنده معسكر في كنا معسكرين في رومانيا اعتقد وده الفريق الاول واحنا فريق الشباب كنا بنروح معسكر في حته الداخليه بقى اسماعيليه اسكندريه فبرضو كان مفاجاه بالنسبه لي ان اختاروني اروح مع معسكر الفريق الاول ودي كانت البدايه بصراحه يعني دخلت ورحت معسكر مع الفريق الاول فتره اعداد كامله اسبوعين ورجعت بعديها انضميت ما بقتش انزل العب مع الناشئين ف استمريت من الجزئيه دي بالظبط في اواخر يعني اواخر 87 اوائل 88 بدات اتمرن مع الفريق الاول وشاركت مع الفريق الاول في اول مباراه اعتقد كان مباراه الاتحاد السكندري في استاد القاهره وكسبنا 3-0 وفي مباراه كان ما كانتش مذاعه مباراه الاولمبي وكان اول هدف احرزه مع النادي الاهلي مباراه خلصت 1-0 فيعني الحمد لله كمان الواحد كان محظوظ بداياته كانت موفقه البدايات يعني. برضو كان مدافع ولا مدافع ليبرو كنت بلعب ليبرو قعدت فترات طويله العب ليبرو يعني جزء الليبرو دوت حتى في كاس العالم لغايه ما رحت حتى سويسرا قعدت اول سنتين ليبرو بعدين ما بين اختفى شويه الليبرو بنلعب بطريقه 4-4-2 او 4-2-3-1 فبقيت العب مساك لغايه 98 والكابتن جوهري كابتن جوهري بالظبط كان هادي خشبه كان بيلعب في الوقت دوت في مركز وسط الملعب وكان عنده اصابه واحنا كنا عندنا بطوله في هونج كونج دي بطوله استعدادا لكاس امم 98 فالكابتن جوهري يعني كان عنده رؤيه ان انا ممكن ادي في المكان دوت ولعبت البطوله دي كان بطوله وديه وعملت مباراه يعني مباراه كبيره جدا ويمكن كنت مرشح ناخد احسن لاعب في البطوله وبدات خلاص كابتن جوهري قال لي خلاص انت ثبت في المركز ده وكان عندنا سرد باكين كويسين مدحت عبد الهادي وسمير كمونه فقال لي هزقك شويه في حته ديفندر وسط الملعب واشتغلت بطوله افريقيا 98 في هذا المركز. هنروح لها وهنتكلم عنها الفتره بتاعت البدايات يا كابتن هاني وانت في ناشئين النادي الاهلي وتم تصعيدك اكيد كابتن هاني رمزي يعني خبرات كبيره جدا سواء مع منتخب مصر مع النادي الاهلي في الدوريات الاوروبيه ابرز نصايحك للناشئين في الفتره دي ان الولد يشتغل ايه ويعمل ايه علشان دايما يرسم نفسه هدف انه في يوم من الايام يكون موجود فريق الاول النادي الاهلي او في الاحتراف او في منتخب مصر. لا يعني نصيحتي ليه انه اولا في عده نصايح اكيد كلنا عارفينها يعني النصايح على مستوى الصحه العامه على مستوى الالتزام كويس على مستوى الالتزام داخل وخارج الملعب ده مهم جدا. الجزء الثاني الاهتمام بشكل كبير جدا كمان عايز اقول لك كنت داخل قبل ما اخش كان في الدكتور قال جزئيات مهمه جدا موضوع التغذيه موضوع النوم يعني جداً. احنا عندنا دايما متعلمين المثلث الراحه تدريب راحه نوم او اكل والراحه والنوم دي ده مثلث او التغذيه مثلث مهم جدا للاسف عندنا في حتى الثقافه العامه في مصر ما بتساعدش بس بنهتم بالفنيات يعني انا بتكلم شوي. على الولد نفسه يعني على عندنا موضوع السهر الناس بتسهر كتير بتاكل بالليل متاخر الصحيان بدري ما فيش حد بيصحى بدري لكن لازم يعلم نفسه يحط نظام لنفسه بشكل كويس يحافظ على نفسه بشكل كويس وكمان لما نخش بقى على قطاعات الناشئين الاجزاء اللي مهمه جدا جدا اللي لازم نطور نفسنا فيها بشكل عام في مصر يعني مش بتكلمش عن النادي الاهلي يمكن دخل وبدا يحط رجليه على المنطقه ديت لازم نمره واحد البنيه الاساسيه في ملاعب اعتقد طبعا. ملاعب دي موجوده بشكل اساسي بنيه اساسيه كمان غرف تغيير الملابس الجيم بشكل مناسب وحده الساونا والعلاج الطبيعي بتتكلم على كمان قاعات الراحه للاعبين اللي هو ممكن الاستراحات لازم تكون بشكل مميز الجزء الثاني ممكن يكون عندك قاعه ترفيهيه فيها الاولاد لو بيقضوا اليوم الكامل يبقى فيه ادوات ترفيه في فيديو في مكتبه كبيره من خلال المكتبه ديت بيشوفوا بطولات النادي الاهلي
عشان كمان نحط اكزامبل ونحط كمان موتيفيشن للولد. حتى وانت بتعمل الكلام ده بتبنيه بشكل علمي. ده نقطه مهمه جدا انك تاني يعني حضرتك وانت بتتكلم قلتها حته ان دايما يتفرج على تاريخ النادي الاهلي ويعرف تاريخ النادي الاهلي. دلوقتي العمليه بدات تقل عموما في كل الانديه، دلوقتي بقى كل الكلام عن المقابل المادي. النهارده لما انت حضرتك بتقول من الولد الصغير تزرع فيه ازاي يتعلم روح الفن الحمراء يحب النادي الاهلي، ده يعني حاجات مهمه، ده مهم جدا. وخلي بالك الحته دي مهمة كمان للموتيفيشن. ما انت لما هيشوف النادي الاهلي، واحنا صغيرين كنت بتفرج على الكابتن محمود الخطيب واتفرج على النجوم الكبار، فكنت بتفرج عليهم فجأة بقيت في وسطهم، بتديك موتيفيشن. حتى وانت بتعمل غرفة الملابس او الممر تحط فيه صور بطولات النادي الاهلي. وانت بتتكلم طبعا صورة الكابتن الخطيب وانا صغير، يعني بقول لك دي ذكريات جميلة جدا جدا احنا مش هنساها. فبقول لك مهم جدا انك تحط الكلام ده، ومهم جدا انك تهتم. وعايز اقول كمان الانديه لازم يهتموا بقطاعات الناشئين بشكل افضل من كده بكتير جدا. يعني لازم الميزانيه اللي تتحط لقطاع الناشئين تكون ضعف او ثلاث اضعاف الميزانيه اللي بتتحط دلوقتي، لان انت بتبني. صح. ودايما البنى بيبقى اصعب كتير جدا انك بتعامل. للاسف معظم الاهتمام دلوقتي بقى كله بالفريق الاول، كل التوجيه وكل التمويل وكله للفريق الاول، حتى الملعب للفريق الاول، بالرغم ان عندك منجم ذهب تحت في كل الانديه. ما بتكلمش يعني النادي الاهلي ما شاء الله فيه اهتمام في بقاعده الناشئين، وخلال الفتره الجايه فيه تطوير اكتر من لجنه التطوير النادي الاهلي بالنسبه لقطاع الناشئين، لكن زي ما حضرتك بتقول الاهتمام لازم يبتدي من تحت. عشان مهم جدا، مهم جدا. طبعا كل الصوره فريق الاول، ما فيش اي نقاش انك تهتم الفريق الاول، لكن انا بتكلم على القاعده العامه. على القاعده الاساسيه عندك قطاع الناشئين، لازم يكون عندك حاجات كتيره جدا متوفره عشان تبدا تفرز، او يبدا عندك مجموعه كبيره جدا من اللاعبين اللي تقدر تسوقهم حتى، او تكسب منهم، او حتى يكونوا يعني سبورت او يفيدوك على مستوى الفريق الاول. يعني انا شايف يمكن خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا في ناس طالعة، أحمد ياسر ريان موجود ما شاء الله. يعني شفت التجربة النادي الأهلي عملها إزاي، عملية الإعارات؟ يعني ما شاء الله كان أحمد ياسر ريان، وكان عندنا أكرم توفيق، كلها لاعبين يعني صغار تحت السن، وتم إعارتهم للأندية عشان يشاركوا ويكونوا في احتكاك قوي، وبرضو يعني برضو الهدف برضو مادي، يعني مادي وفني الاثنين مع بعض. شفت التجربة دي ازاي؟ بص، في قبل ما نخش في التجربة ديت، في حاجات انا في وجهة نظر الشخصية على الاندية وعلى اتحاد الكورة، في مرحلة كده جيل ممكن جدا ما يكونش عنده مسابقة، والنادي الاهلي او الاندية الكبيرة بعد ما صرفت عليه بيبدأ يروح منه، زي 97 على سبيل المثال. يعني اتحط في موقف ممكن يكون عندك 7-8 لاعبين كويسين بس ما تقدرش. كان كابتن جوهر الله يرحمه كان بيتكلم على دوري الامل. دوري الامل ده كان موجود في اوروبا على فكره، انا لعبت فيه. يعني بيكون في مرحله سنيه لو تقدر تشتغل، ممكن ما يتعملش كل سنه، يتعمل، لان دوت مهم جدا للاولمبياد كل 4 سنين، فانت ممكن تعمله كل سنتين. ان عندك مرحله سنيه لما يكون عندك تاهيل للاولمبياد، يبقى عندك تعمل دوري 23 سنة. ده دوري بيشارك فيه مثلا فريق الشباب وما زاد عنه. مظبوط. وبيبقى كمان مدعم ببعض اللعيبه اللي ممكن انت راجع من اصابه فبتلعب في الدوري دوت. يعني انا وانا بلعب في كازلاوتن كنت اتعورت، فعايز اتاهل بشكل كويس واخش مباراه جديه رسميه. لعبت مع السكن تيم يعني فاهم. فده كمان على المستوى التسويق ممكن تسوقه بشكل كويس قوي، ممكن يتسوق، ممكن تلاقي 3-4 من الفريق الاول بيلعبوا مع الولاد، موتيفيشن للولاد ان هم يعملوا شكل شفتها كويس. شفتها انا كنت بعمل معايشه من كام شهر في نادي بايرن ميونخ، الفريق الثاني السكند تيم دايما بيتمرن مع الفريق الاول في نفس التوقيت، في نفس المواعيد، الملاعبين جنب بعض وبيلعبوا نفس الطريقه ويعني بنفس الاسلوب. وعندك يعني الفريق دايما حتى المدير الفني بتاع الفريق الاول بيكون متابع بشكل كبير جدا فريق الشباب او الفريق الثاني. فدي تجربه ممكن جدا على ممكن اتحاد الكوره ينفذها من خلال الانديه، يكون على الاقل كل سنتين، لان في اجيال كده حظها وحش ان يقول لك خلاص مالكش دوري. والكلام ده بيبقى قبل بدايه الدوري، المواهب بتضيع منك والانديه بتخسر. يعني الانديه بتخسر. لكن طبعا تجربه الاعارات دي مهمه جدا، ودايما بقول ان يعني الملف في قطاعات الناشئين ممكن يدار بشكل افضل في كل مراحل الناشئين في مصر. ان تدار بان اولا لازم يتضخ فلوس بشكل افضل، بنيه اساسيه بشكل افضل،
السكولار شيب ممكن تتعامل بشكل او باخر، لان في اولاد ممكن يكون فنيا كويس قوي لكن اهله خايفين على التعليم فممكن يفقد دي ودي. يعني عايز اقول تجربه سريعه كده، واحنا طبعا اتفضل. يعني انا كنت من زمان، كان في ايام كنت مع منتخب الشباب ايام في 2008 2009 تجاربك ما شاء الله في تجربه ناجحه مع منتخب الشباب ومنتخب الاولمبي كمان. يعني انا شفت حاجه كده، كان منتخب المانيا تحت 14 سنه كانوا جايين مصر وكانوا في عندهم مباراه في امبي، كانوا بيلعبوا في امبي، فانا رحت اتفرج وكان احنا عندنا تمرينه بعديهم، فرحت اتفرج فلقيت يعني لقيت المنتخب المانيا عندهم تحت 14 سنه عندهم حد بيصور المباراه فيديو، عندهم واحد دكتور علاج طبيعي وعندهم جهاز فني كامل، وكمان جايبين معاهم مدرسين، مسفرين مدرسين معاهم، مدرسين للمناهج التعليميه علشان الولد لو هيقعد 10 ايام او اسبوعين هيكون المدرس طالع معاهم. يعني بقول لك الاهتمام بكل الديتيلز الصغيره ده مهم جدا، وبالتالي هيبقى عندك كمان، احنا يعني دايما بتصادف ان انت عندك اجيال وبعدين تختفي فجاه وبعدين يظهر اجيال جديده. ولما اتكلم بعض المدربين يقول لك الولد طالع عنده 20 21 سنه حتى الثقافه التكتيكيه مش موجوده. هي دي بترجع بقى لحته انه بيهتم بالجوانب التعليميه. النهارده لما اللعيب يبقى مثقف هيبقى مثقف داخل الملعب، مدرب لما بيديله نصايح مثلا سريعه بسرعة. هتلاقي خلاص من غير المدرب بمجرد اشارات فهم هو عايز، المدرب عايز ترجع برضه لثقافه دي حته تعليميه، وكمان حته ان كمان تطوير مدربي قطاع الناشئين ده مهم جدا جدا يا اسامه، ان الناس هي اللي بتبني هي اللي بتطلع، يعني الناس اللي بتبني كمان لازم نهتم بيهم. من يعني ايه رايك يا كابتن هاني تجربه النجم النهارده بطل كوره اخده اشغله في مدرسه الكوره؟ مدرسه الكوره دي النهارده انت بتبني بقى الاساس من مدرسه الكوره والبرامج، هل مستحب ولا النهارده النجم الكبير ده انه النهارده يبقى في شهادات في دورات في معايشات، يبقى خاصه مع كل سن العمليه بتختلف شويه؟ ما فيش حد بره بيشتغل في قطاعات الناشئين ايا كان اسمه كبير ايه غير لما بيمر بدراسات معينه. تمام، الدراسات لازم مهمه الاول، مهمه جدا، لان انت اللي بتبني. وبعدين في دراسات انت بتدرس بقى مدرسه الكره دي ولد من سن كام لكام، المرحله دي محتاجه ايه، محتاجه ايه تغذيه، محتاجه ايه تدريب، محتاجه ايه معامله نفسيه، كل مرحله. يعني اعتقد من سن 5 سنين لثمان سنين ده ليه مرحله وليه تارجت معين، يا دوبك جاست فور فان. يعني ما تلاقيش عمرك مدرب مثلا قطاع ناشئين بره في اوروبا بيقف في زعق مثلا للولد يعني او بيبدا يعنفه لان ده بيحطه تحت ضغط. المطلوب من قطاعات الناشئين ده ممكن مع المراحل 15 16 17 تبدا في نوع من انواع مش يعني مش الشتيمه والزعيق لكن نوع من انواع مش منافسات انت بتحبب الولد في اللعب يعني حتى الجزئيه ديت للاسف برضو بتبقى موجوده عندنا. كمان ثقافه مجالس الاداره اللي ماسكه قطاعات الناشئين تختلف لان المدرب يلاقي نفسه ان انا مطلوب ان انا اخد بطوله الجمهوريه وممكن جدا عشان اخد بطوله الجمهوريه ما اجيب واحد من السن الاقل او الاكثر كويس شويه لكن التارجت دايما لقطاعات الناشئين انك بتبني جيل بغض النظر عن البطوله. البطوله مهمه لكن ما الاهم هو الاهم انك لعب الفريق يعني انا عندي مدرب قطاع مثلا تحت 15 سنه ممكن يطور فرقته فنيا وتكتيكيا بشكل مميز جدا وممكن يطلع منه 4 5 لعيبه ولا يروح ياخد بطوله جمهوريه تحت 15 سنه وما يطلعليش. يعني طبعا الاهم ان انا اكسب لاعب للفريق الاول طبعا منتخب مصر، خاصه كمان الكابتن رمزي كان موجود مع منتخب مصر في كاس العالم كام سنه؟ انا كنت 20 سنه 20 سنه يعني 20 انا لعبت سنة. 18 سنه يعني انا لعبت اول مباراه دوليه بالنسبه لي امام منتخب ليبيريا في تصفيات كاس العالم كنت 18 سنه 18 سنه وموجود في منتخب مصر اساسي كمان ولعبت الحمد لله ويمكن يعني بدات الناس شايفه ان انا طلعت صغير برضو الحته ديت خلاص 18 و19 و20 سنه ما بقاش لعيب ناشئ اعتقد يعني. فانا النهارده كنت بتفرج على مباراه لمانشستر يونايتد ولد نزل عنده مواليد 2001 عنده 18 سنه بيلعب في البريمير في مباراه في البريمير ليج مباراه مهمه جدا. فكمان احنا كما انديه كمان لازم نفكر في الجزئيه دي يا اسامه ان احنا كمان ندي اولادنا انك احنا عايزين نكسب بطولات والفريق الاول ودايما عندنا طموح ان احنا نجيب احسن لعيب اجنبي او افريقي في مركز مثلا راس حربه وممكن يبقى عندنا احنا ذخيره كويسه جدا من اللعيبه ممكن نخسرها في حين ان انت لو اديت ناشئ عندك من ولاد النادي عندك اولا هتوفر فلوس كتيره جدا وما تستناش ان هو هيبقى هداف الدوري في اول سنه لا انت ممكن تصبر عليه شويه
لغايه ما يقف على رجله. وبالتالي حتى كمان امل الولاد وهم بيلعبوا صغيرين لما يشوفوا 4-5 لعيبه من قطاعات الناشئين بتلعب في الفريق الاول وبتروح منتخب مصر، ده كمان بيدي امل. اولا بيدي امل للولاد الصغيرين انه في وقت من الاوقات لو اجتهد هيوصل، وهيدي كمان امل لمدربي القطاعات ان احنا لما بنشتغل ممكن نطلع لعيبه وده مجهودنا. يعني دايما تسال مدربي القطاعات كده يقول لك نفسنا طبعا نطلع اكتر عدد من ولادنا، وهم كمان بيتشرفوا ان هم مرنوا الجيل دوت. تمام يعني. كابتن هاني رمزي يعني ما شاء الله يعني رحله كبيره من العطاء ومن الاحتراف كمان. بداتها في نيوشاتل، بعد كده في بريمن، بعد كده في كايزرلاوترن. انا بدات بالظبط سريعا من 90 ل 94 ده في نيوشاتل السويسري، قعدت 4 سنين، ومن 94 ل 98 رحت الدوري الالماني مع فيردا بريمن، ومن 98 ل 2006 كازازلاوتن. يعني 14 سنه 15 سنه يعني. اكيد التجربه كابتن هرم استفاد حاجات كتير في تجربه الاحتراف. طبعا. في كل مدرسه او كل نادي من نادي النادي فيه يعني. بص انا مريت على كمان على مدربين كبار يعني، بدايه من روي هوتسون، ده مدرب كان طبعا مدرب الانجليزي الشهير، اولي شتيلر كان مدرب الالماني الشهير، اوتو ريهاجل. معانا لقطه، يا ريت محمود تجيب لنا اللقطه عشان نوريها للكابتن هنا عشان هو يحكيها لنا. قولوا لي انهي لقطه جاهزه. طيب ماشي، هجهزوها تمام. فيعني طبعا زي ما انت بتقول الخبرات متراكمه مع مدربين الحمد لله من المدربين كبار جدا، وشفت الفروقات ما بين الحياه. انت عارف في مصر ما كانش فيه احتراف، كلنا بنلعب هواه يعني. الفرق ما بين الهواه والاحتراف حتى على مستوى الدول الاوروبيه، ما بين الكوره في سويسرا مثلا والكوره في المانيا بتختلف بشكل كبير. وحتى لما كنت مدرب ومسكت ليرس البلجيكي، اللقطه دي يا كابتن. اللقطه دي اللقطه دي لقطه الموسم. لقطه الموسم هو في الوقت ده كان انت عارف كان في ثلاث اجانب خارج الاتحاد الاوروبي يقدروا يشاركوا. فانا كنت بلعب انا وسمير كمونه، وكان في واحد برازيلي هو دلوقتي اوتر هاجل النادالي، وقال لي هخرجك عشان انت هتتعور. قلت له مش فاهم هتعور يعني ايه. قال لي اعمل نفسك بقى متعور عشان احنا عندنا مشكله. طبعا مش فاهم ايه اللي بيحصل يعني. هو كان منزل 4 في الملعب. نزل 4 في الملعب. هو كان وحد قال له ده في اربع لاعبين اجانب وده مش مسموح. وطبعا اتوتر جدا، وانا عملت نفسي ان انا جالي شد وابتدي. على فكره خدت لقطه الموسم في المانيا. وكان علق عليها وادوني جايزه احسن ممثل يعني. ده كان طبعا اوتر راجل يعني. وهي اللقطه طبعا انا تماديت فيها يعني. جامد يعني. لا ما شاء الله يعني. لا واقع متعور يعني. فده كان من اللقطات الظريفه جدا. وهو طبعا اوتو راجل اللي ظاهر في الصوره توتر جدا. يعني غلطه اداريه، لكن هو كان طبعا لازم. طب مين اللي بيضحك؟ اوتو ده بلك مش هيقول بلك. بلك كان طبعا كان جاي، كان لسه يعني شبل صغير. وطبعا بقى نجم كبير طبعا، نجم المنتخب الالماني وتشيلسي. فمن الاجيال طبعا. واللقطه لقطه ظريفه جدا مش هنساها. وكمان اوتو ريهاجل عمره ما هنساها يعني، حصلت له مره في حياته. برضه ثقافه اللاعب في الملعب. يعني طبعا بالظبط. لا لقطه ظريفه جدا يعني. هو طبعا انا بقول له انا طبعا مش فاهم انا هتعور هخرج ليه، طبعا مش فاهم حاجه. قال لي بالظبط دقيقه وهخرجك يعني. ما فيش طبعا دي. او وبعدين اللقطه كمان اللي كان جابوها هناك في المانيا، كان في كاميرا خاصه عليا. انت عارف بيبقى في دايما كاميرات كاميرات للعيبه. فالكاميرا الخاصه دي مش جايه في اللقطه ديت. الكاميرا بدات مع اوتو راجل، وبعدين وانا بجري، وبعدين فجاه وانا بجري كده عركت ورحت واقع. الكاميرا معاك. والكاميرا معايا. وبعدين في بقى طبعا المعلق بيقول لك ده هاني واقع. هم طبعا كانوا عارفين القصه. يا للدرجه دي وجعك لان كنت ماسر؟ لا هي انكشفت بعد ما طلعت وقعدت على بالك. وبالك ضحك. طبعا هي دي اللي كشفت. عايز اخدك لمرحله كاس العالم. كاس العالم اكيد دي محطه ومرحله مهمه جدا في حياه تاني رمزي عمره ما ينساها. عمليه كاس العالم وانت اصغر لاعب في منتخب مصر 20 سنه وموجود اساسي طبعا، وانتوا نازلين في الممر الشرفي جنب منتخب هولندا كمان. طبعا ده ذكريات جميله جدا طبعا. احنا يعني طبعا بص يعني طبعا احنا محظوظين كمان ان احنا لعبنا هولندا. هولندا كان بطل العالم 88، وكان نجوم الكبار جدا جدا. ومن الحاجات الطريفه اللي الواحد بيفتكرها طبعا، هو ساعتها الواحد كان بيترعش وهو نازل. لكن لما بفتكر الموقف بيبقى يعني. هم طبعا معروف المنتخب الهولندي دايما اجسامهم قويه وعندهم
عندهم قوة بدنية كبيرة جدا. فاحنا يا دوبك يعني انا ويمكن انا طويل شويه، لكن كابتن اسامه عرابي كان ماشي جنبنا وبتاع، فمش عارف اعتقد حد قال كابتن اسامه ايه اللي على التيشيرت يا اسامه وريهم جسمك. طبعا هو بان باستين بقى وريكارد والحاجات اجسام كبيره، وطبعا يعني منتخب كمان الصوره دي منتخب ايرلندا طبعا من المنتخبات القويه جدا جسمانيا وعلى المستوى ف يمكن حظنا ما كانش حلو قوي في القرعه، لان ثلاث منتخبات كانوا اقوى من بعض، منتخب هولندا وايرلندا وانجلترا. فكمان حاجه غريبه ان كل منتخبات اوروبيه دلوقتي بيبقى فيه منتخبات قاريه، يعني ما ينفعش يحطوا اثنين ثلاثه من اوروبا مع فريق، يعني دلوقتي بيبقى فريق افريقي اسيا امريكا اللاتينيه. لكن طبعا ذكريات جميله، وزي انت ما بتقول كانت بالنسبه لي مفترق طرق كبير جدا. وعمليه الطموح يعني النهارده زي ما بقول لحضرتك 20 سنه وموجود في كاس العالم واساسي ما شاء الله مع النادي الاهلي وبتلعب اساسي في منتخب مصر، انا يعني عايز حضرتك تقدم لنا نصيحه لاولادنا. ما بقول لك الاولاد لازم يعرفوا انك اولا لازم تتعب جدا لازم تتعب جدا جدا لان ما فيش حاجه بتيجي بالساهل، ولازم تضحي كويس قوي. هتضحي بحاجات كتيره ممكن اللي في سنك بيعملوها، يعني اللي في سنك خروجه حلوه تخرج أكلة حلوه. بالظبط، لازم تحرم نفسك من الحاجات ديت، لازم تحرم نفسك من لو انت بتحب حاجه لازم يعني الاكل الكتير مش يعني كلنا بنحب السهر والضحك والخروج، لكن لازم يحرم نفسه من الحاجات ديت عشان يبدا ربنا يكرمه في اللي جاي. انك تلعب للنادي الاهلي ده شيء كبير جدا، والولاد لازم يعرفوا ان احلام ملايين الاطفال وملايين الولاد اللي في سنهم ان هم يكونوا موجودين في النادي الاهلي. مزبوط. فلو انت موجود في النادي الاهلي حافظ على الكلام دوت بالتزامك، امشي في سياسه النادي الاهلي ما تخرجش عن النظام، حافظ على نفسك كويس قوي، ودايما عندك وكمان لازم يكون في احترام. يعني انا كنت بشوف بعض النماذج، مش عايز اتكلم عليها، لكن بشوف بعض النماذج ان هي فنيا على مستوى عالي جدا ولكن عندها نوع من انواع التمرد. اهمل الموهبه بتاعته، اهمل الموهبه دي حاجه، والجزء الثاني ان هو عدم التزام شويه باللي بيقوله مدربه، لازم احترام المدرب يكون موجود، احترام زميلك يكون موجود. انت من الاجيال برضو مش عايز اكبرك يا اسامه، لكن من الاجيال اللي عاشت ديت العمليه، عايز اقول ان لازم يكون التزامك واخلاقك هي مرتبطين ببعض. وده اللي هيقعدك اطول في الملعب، ولازم الولاد يتعبوا، ولازم ما يياس، ما يكونش في ياس خالص. وزي ما بقول لك يعني احنا كلنا خارجين، ده طبعا جزء من مباراه من افضل مباريات اعتقد في تاريخ مصر كلها على مستوى المنتخبات. طبعا منتخب هولندا دي مباراه ماتش يعني هولندا في الكره المصريه، ماتش هولندا. وزي ما بقول للولاد صغيرين، انا كان عندي يعني 19 20 سنه، انك توصل لاعلى المستويات وتلعب كاس عالم ما جاش من فراغ، يعني جاي من تعب كتير لما جدا. لما تبدا كمان تسطر تاريخ وانت صغير من 20 سنه بتسطر متأسس تاريخ كويس. طبعا متاسس كويس. وزي ما بقول لهم خدوا الموضوع خطوه، لان انا برضو من خلال وجودي في قطاع الناشئين النادي الاهلي اللعيبه مستعجله قوي. فاللعيبه مستعجله، لازم اقول له اصبر شويه وان شاء الله الفرصه تجيلك. يعني جيل 90 طلع معظمه مدربين، هل الكابتن جوهري كان بصمه، خاصه الكابتن هاني رمزي ما شاء الله تولى انديه، تولى منتخب مصر الشباب منتخب الاولمبي، وكان ليه نجاحات واضحه. كلنا طبعا اتعلمنا من كابتن محمود الجوهري، وكان زي ما بيقولوا صبغ علينا. يعني هتلاقي انا وكابتن حسام حسن يعني اللي عشنا فترات مع كابتن جوهري، كنا بنشوفه بيشتغل ازاي، كنا بنشوف بيتعامل مع اللعيبه ازاي، كنا بنشوف بيتعامل مع المباريات والاجواء بشكل ازاي. فاحنا طبعا خدنا منه جزء كبير جدا، والجزء الثاني الحمد لله من خلال الدراسات، وده مهم جدا انك كمان موهبتك كلاعب كوره مش هتساعدك كلها انك تكون مدرب محترف، لكن دراسات، وخاصه دلوقتي العلم دخل في كره القدم وفي دراسات كبيره جدا وبدا يخش العلم في كره القدم من خلال الخطط ومن خلال المتابعه. طبعا انك تطور كمان نفسك ده شيء مهم. يعني انا معتقد الفتره الجايه كابتن هاني هيبقى في دراسات ليه. انا على طول يعني انا دايما بتابع الجديد، في كتب نزلت، يعني في كتاب لسه من حوالي شهر كان نزل لجاردويلا. جاردويلا ازاي بيعمل اهم حاجه، مش ازاي بيلعب الفرقه، ازاي بيحضر التدريبات اللي بيحضرها علشان يوصل ويطور اداء اللاعبين. ان شاء الله برضو ان شاء الله في على السنه الجديده هكون موجود في انجلترا، برضو ممكن اكون يعني اقضي اسبوعين في ليفربول، اروح لحجازي شويه نشوف الناس برضو بتشتغل ازاي. بقول لك هو تطوير مهم جدا، لكن كمان ان شاء الله
زي ما بقول لك انا بتكلم على لو بنتكلم في قطاع الناشئين كمان الكلام دوت لازم يكون موجود مدربي قطاع الناشئين انه يتعلم كويس قوي انه يأهل نفسه والنادي يساعده على دوت واتحاد الكره يساعد على ده. فهي منظومه كبيره جدا ان شاء الله يكون يعني ناخد فيها خطوات افضل يعني ان شاء الله. المنتخب الاولمبي طبعا الكابتن هاني رمزي من ضمن اللي سطروا اسمهم في التاريخ مع جيل المنتخب الاولمبي وصول للاولمبياد لندن. شفت التجربه دي ازاي خاصه كان ما شاء الله برضو معاك لعيبه مميزه بقى اصبحوا بعد كده نواه للمنتخب الاول. صحيح يمكن التجربه كانت صعبه شويه يا اسامه لان كان يعني التصفيات كانت في 2011. 2011 انت عارف كان في ثوره وما كانش موجود ما لكش فرصه تعمل اعداد ومباريات خالص او ما كانش في دوري يعني ظروف صعبة. اشتغلت في ظروف صعبه لكن الحمد لله زي يعني حاولنا نمشي بنظام انديه كنا بنجمع بفترات طويله عملنا مباريات وديه كتيره كان معايا جيل كويس والحمد لله بعد غياب يمكن كان 28 سنه عدم وصلنا الاولمبياد وصلنا لندن وكان انا بالنسبه لي تجربه عظيمه انك ده مباراه اعتقد ده من مباراة او صوره من مباراه بيلاروسيا دي كانت المباراه الثالثه لعبنا البرازيل ولعبنا نيوزيلندا ولعبنا بيلاروسيا افتتاح البرازيل ما شاء الله اديته مباراه رائعه عملنا بس نص ساعه ما شفتش اول نص ساعه لقيت 3-0 وبعدين يعني بيني وبينك احنا كنا بنلعب البرازيل كان بيه تياجو سيلفا مارسيلو نيمار اوسكار هالك كل دول كانوا موجودين في الملعب فبالتالي يعني انا قلت 3-0 وربنا يستر الشوط الثاني ما يبقوش 6 لا هو بص ابو تريكا وعماد متعب وعماد فتحي عملوا بصراحه مجهود كبير جدا داخل وخارج الملعب وده كان كان لموا الولاد بشكل كويس. انا بين الشوطين طبعا ما اتكلمتش فنيا كتير غير في بعض الحاجات الصغيره كان صلاح ما بداش المباراه اللي كان عنده اصابه نزل غير شكل الفرقه بشكل كبير مظبوط. عمل شغل كتير قوي دي كانت بدايه صلاح وتريكا يعني التجانس اللي حصل ما بينهم دوت ده بعد كده اتنقل للمنتخب الاول لان كان اول تجربه في مباراه البرازيل مباراه البرازيل بعديها مباراه حتى ابو تريكا وصلاح جابوا جون ابو تريكا جاب جون في مباراه ثالثه امام بيلاروسيا كان جاب الجون التالي وصلاح الجون التالي فظهر الدوت ده في الاولمبياد. فعايز اقول لك كانت تجربه رائعه جدا وخاصه مع جيل اعتقد ان هو يعني صلاح وحجازي ومجموعه كلها والنني جيل اصبح بعد كده هو المنتخب الاول طبعًا. هو اللي وصلنا بيهم كاس العالم بعد صحيح. كده صحيح كابتن هاني استعنت بابو تريكا وبعماد متعب باحمد فتحي ممكن الكابتن شاوي غريب او نصيحتك الكابتن شاوي غريب ممكن يستعين بلاعبين ايضا زي ما استعنت في اولمبياد لندن ولا يكتفي باللاعبين الموجودين عنده؟ بص هو طبعا دي رؤيه اولا رؤيه فنيه بحته. الجزء الثاني انا يمكن ظروفي كانت مختلفه شويه انا ما كانش عندي دوري كان الدوري واقف واللعيبه ما عندهاش الخبرات الكبيره فحبيت ادعم ببعض خبرات وبعدين تلاحظ انا خدت لعيب في كل مركز في كل خط يعني خدت احمد فتحي خط الدفاع وسط الملعب كان معايا ابو تريكا وخط الهجوم كان عماد متعب فدي رؤيه فنيه لان كمان انا كان ليا حساباتي ان الولاد قدامهم اكزامبل قدامهم مثل اعلى هيقدروا في وقت من الاوقات ان المجموعه الكبيره ديت هتلم الولاد حتى مش على مستوى الفني على مستوى بره الملعب عارف يا اسامه اللمه اللي بره الملعب دي بتبقى مهمه جدا جدا بالظبط ان هم يشدوا الولاد يديهم خبراتهم لما الولاد معاهم ابو تريكا وعماد متعب واحمد فتحي هيبقى في موتيفيشن كويس قوي فالحمد لله الثلاثه زي ما بقول لك يعني ساعدونا وساعدوا يعني ساعدوا الاولاد بشكل كبير جدا بره وجوه الملعب يعني. كان ليك تجربه من سنتين قبل تولي المنتخب الاول كان كابتن محمود الخطيب استعان بالكابتن هاني رمزي في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي ما شاء الله كابتن هاني رمزي خبرات كبيره فعلشان يكون متواجد ويضيف وينقل الخبرات الكبيره ورحله الاحتراف داخل قطاع الناشئين قيمت التجربه دي ازاي كابتن هاني؟ انا للاسف التجربه كانت قصيره لكن يمكن كانت 3 شهور قعدت مع مساعد الكابتن فتحي مبروك التجربه كانت يمكن حطيت ايدي على بعض الحاجات اللي كانت ممكن تبقى تفيد النادي الاهلي في المستقبل او تحط بلاننج انت دايما قطاعات الناشئين محتاجه انك تحط خطه لمده 4-5 سنين تمام. وتمشي عليها يعني لكن انا يعني كنت اتمنى ان التجربه تدوم اكتر من كده لكن طبعا جت ترشيح لمنتخب مصر الاول وطبعا النادي الاهلي طبعا كلمت المسؤولين فقالوا لي طبعا ده منتخب مصر يعني احنا نتمنى انك
تكون تكمل معنا، لكن ده طبعا منتخب مصر واحنا كلنا بنشتغل عشان منتخب مصر، وبالتالي التجربه كانت قصيره قوي خلال الثلاث شهور دول. طب من خلال التجربه القصيره الثلاث شهور، يعني ابرز الحاجات اللي ممكن الكابتن رمزي كلمنا فيها ممكن نضيفها لقطاع الناشئين بحيث نعمل تطوير اكبر؟ طبعا قطاع الناشئين لو احنا شفنا الفريق الاول بالنادي الاهلي على مر السنين والاجيال هتلاقي دايما لعيبه موجوده من قطاع الناشئين في الفريق الاول، خاصه دلوقتي لو اتكلمنا على الفريق الموجود محمد الشناوي، شريف اكرامي، سعد سمير، رامي ربيعه، حسام عاشور، يعني انا مش عايز انسى حد، حسين السيد، دول كلهم لاعبين خارجين من قطاع الناشئين، فعلى مدار السنين والاجيال دايما قطاع الناشئين بيمول الفريق الاول. طبعا بس احنا كمان محتاجين اكتر، محتاجين شغل اكتر، خاصه دلوقتي بقى في محمد هاني كمان محمد هاني قطاع الناشئين، في 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 دلوقتي في انديه تنافسيه كتير، وبالتالي لازم انت كمان تطور نفسك زي ما قلت. التطوير انا شايف النادي الاهلي على المستوى، على مستوى البنيه الاساسيه او البنيه التحتيه لا باس بيه، مش هقول لك في امتياز لكن ماشي على الطريق الصحيح. محتاجين تطوير شويه في عمليه تطوير تثقيف المدربين شويه، مدربي قطاع الناشئين. محتاجين ميزانيه اكبر لقطاعات الناشئين، الميزانيه او الفلوس اللي تتضخ لقطاع الناشئين لازم تكون اكبر من كده بشكل مميز. ده ممكن عن طريق السبونسر، ممكن جدا نعمل الشكل دوت، لان محتاجين حاجات كتير قوي تتعلمها. محتاجين كمان ادوات تثقيف للولاد الصغيرين، يعني ما يتخضش الولد ان المدرب بتاعه بيشرح له او بيوري له مباراه على بروجيكتور او بيعمل له على، بدات الحاجات دي تتعمل دلوقتي، يعني حلو قوي. محاضرات تاهيل نفسي، تاهيل نفسي مهم جدا. دكتور ابراهيم العكر، ابراهيم على فكره ابراهيم ده كان دفعتي، كان باك الشمال بتاعنا ابراهيم العقاد، وشفنا برضو كابتن سمير عثمان راح بدا يشرح القوانين الجديده. ده جميل ده جميل ده مهم جدا. كمان انا بكلمك على التطوير ان الولد ومن هو صغير يبقى عارف بالظبط السكاوتنج اللي المدرب بيتكلم عليه، طرق اللعب المختلفه على بروجيكتور، على ادوات شاشات كبيره. فده بيتنقل لجزئيه تاني اللي هو تطوير المدربين قطاعات الناشئين، ان كل مدرب بيعرف المرحله اللي هو بيشتغل فيها ايه، متطلباتها ايه في ادوات في الاحمال، متطلباتها ايه في عمليه حتى البلاننج، ده مهم جدا. دي بعض اللقطات كابتن محمود خطيب وهو متواجد، هو زارنا طبعا كابتن محمود خطيب وقت ما كنت موجود كابتن هاني، وكان دايما بيعمل يعني اجتماعات ومحاضرات مع اللاعبين ومع المدربين. ده مهم جدا كمان يبقى الاداره لازم تكون شايفه، ودايما تحسس قطاعات الناشئين وتحسس الناس اللي شغاله تحت انك ان انتوا بتعملوا حاجه مهمه جدا جدا. يعني لازم الاحساس ده يوصل بشكل اكبر من كده. انا عارف ان طبعا مجلس الاداره وكابتن محمود دايما بيزور قطاعات الناشئين، ودايما بيتقابل مع كابتن فتحي مبروك وبيطمن عليهم. احنا زمان كان حتى بييجوا يتفرجوا على مباراه الناشئين، ده بيدي موتيفيشن. كابتن طبعا اكرامي المسؤول عن حراس المرمى هناك، وكابتن فتحي مبروك كان موجود، فده بقول لك مهم جدا. لكن عشان نطور نفسنا ونفسنا ننقل للي انا كنت بشوفه بره، محتاجين بعض التطوير زي ما بقول لك في بعض البنيه الاساسيه، في البادجت المحطوط، الفلوس المحطوطه بالنسبه لقطاعات الناشئين، وكمان على مستوى تطوير اداء المدربين ودراساتهم، وانك تبعت مدربين يشتغلوا يعملوا دراسات بره. هيستفيد جدا اللاعب من المدرب بتاعه. يعني كان لنا تجربه السنه اللي فاتت، ان شاء الله هنكررها السنه دي يوم الاحد اللي جاي، هنبتديها ان شاء الله مع مباراه الاهلي والزمالك قمه الشباب في دوري الجمهوريه. دايما بنعمل استوديو تحليلي حلو قوي، وبيبقى عندنا فقره للتحكيم، فقره للمحللين بنحلل الاداء، تبقى المباراه مذاعه على شاشه قناه النادي الاهلي. كان زمان المباريات دايما في مختار التتش، انت قريب من الجهاز الفني وقريب من الفريق الاول. فالنهارده لما الناشئين اتنقلوا مدينه نصر بدانا نعمل التجربه دي. شايف حضرتك التجربه دي؟ خاصه النهارده الولد لما بيجي يلعب مع الفريق الاول بيبقى عنده الرهبه، اول مباراه مذاعه التلفزيون، خايف. فالنهارده خلاص هو عاش التجربه دي في قطاعات الناشئين، مش عاشها مره واتنين، ده عاشها كتير. المباراه تكون مذاعه ليه. شايف حضرتك تجربه زي دي بننقلها على شاشه؟ اولا ده تجربه ناجحه جدا زي ما انت بتقول، رهبه الولد خلاص ما بقتش. ان انا وانا صغير والماتش متذاع كنت بنزل خايف شويه، فالرهبه دي هتروح، دي حاجه. والحاجه الثانيه ان كمان المباراه اللي هتذاع دي هتفيد المدرب كمان، وهيتفرج عليها بشكل كويس، ممكن يعمل عليها سكاوتنج، ممكن يوري اللعيبه اخطائه من خلال اذاعه المباراه. ده جزء مهم جدا، وعايز اقول ان دي خطوه على الطريق زي ما بقول لك، ان دايما بتحسس الولد وتحسس اللي شغالين في قطاعات الناشئين ان في اهتمام.
والاهتمام ده بيعود، وان الناس بتتفرج عليا، والمباراه مذاعه على قناه بتاعه النادي بتاعي، وبالتالي كل ده هيعود بالفايده ان شاء الله. اخيرا كابتن هاني، فايلر طلب ان يبقى في توحيد للعب بين قطاع الناشئين والفريق الاول، وبدا يبقى في تنسيق دلوقتي. شعيب المحلل الاداء في الفريق الاول بينزل قطاع الناشئين دلوقتي وبيتابع اللاعبين، وطلب ان يبقى في توحيد اللعب. شاف حاجه توحيد اللعب ده شيء اساسي، ده شيء طبيعي. يعني انا ده شيء طبيعي، ان وخاصه نتكلم بكل امانه مش هيبدا من مدرسه الكوره، يعني دول لسه بيتعلموا، ما فيش طرق لعب في مدرسه الكوره او 11 سنه. هو بيتكلم على ثلاث مراحل مهمه جدا، اللي هو مرحله الشباب، المرحلتين اللي تحت المنتخب الفريق الاول. مزبوط. لان مهم جدا ان الولد يتعلم نفس طريقه لعب الفريق الاول، عشان لما يطلع يبقى ما عندوش مشكله. يعني ما ينفعش يلعب مثلا تحت بليبرو بفريق اول بيلعب اربعه على خط واحد، او بيلعب 3-4-3 والفريق الاول بيلعب بخط ثاني. فدي كمان مهم جدا انك بتوحد طريقه اللعب. ودايما بتقول للمدربين حتى لما موجود، انا ما بقولكش اعمل ايه، انا بقول لك خطوط عريضه، وانت ليك حريه الابتكار انك تعمل الطريقه دي بالشكل اللي يعجبك. يعني ممكن اقول لك العب باربعه ورا، ما انت ممكن تلعب 4-3-3 4-2-1. لكن لما ساعات كنت بتكلم مع المدربين تطبيق او توحيد طريقه اللعب، يقول لك طب ما انا ما عنديش الادوات اللي اقدر العب بيها مثلا 4-2-3-1. فبقول له ده وظيفتك انك تطور اداء اللعيبه بتاعتك عشان تلعب المركز دوت، وده بيحتاج مجهود اكبر. انك بتدي له تارجت معين، انا لازم تلعب 4-2-3-1، يقول لك طب انا ما عنديش بلاي ميكر، فهلعب هلعب برقم 10 ازاي؟ هتقول له لا، وظف ولد انت شايف، ويبدا وظفه ويبدا مرنه بشكل معين. لان زي ما بقول لك ده ما ينفعش مع اللعيبه الكبار، انك تبدا لسه هتمرنه لازم من تحت، من ولد صغير عنده 14 سنه 13 سنه تبدا تديله المهام ديت، فيبدا يطور نفسه. وده اللي بتكلم عليه، انك ما تقولش للمدرب ان هات لي بطوله وخلاص، لا لازم يبقى ليك بصمه تحت. انا عايز شايف طور لي اداء الفريق دوت، وطلع لي منه 4-5 لعيبه اقدر اقول ان ده طالع من تحت ايديك. يعني استمتعنا بالحوار معاك كابتن هاني. حبيبي اسامه، ربنا يسعدك، شرفتنا ونورتنا، وصراحه يعني الحوار يعني يطول معاك، واستمتعنا وتعلمنا منك صراحه. كتر خيرك. ميرسي يا اسامه، شكرا ليك. في نهايه حواري النهارده بشكر ضيفي اللي كان مشرفني ومنورني، كابتن هاني رمزي نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق. حوار كان معاه ممتع وتعلمنا منه، واكيد قدم نصائح مهمه لاولادنا داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. ان شاء الله يوم الاحد القادم هيكون مباراه الاهلي والزمالك، قمه الشباب بين الاهلي والزمالك، تكون مذاعه ان شاء الله على شاشه قناه النادي الاهلي. نشوفكم الاسبوع اللي جاي على الف خير، وملعب جديد من ملعب الاشباح.